خير مدام ميريا. اهلا بالصبايا. ميرسي. ليكو عندي بنت انا من عمركم. عن جد؟ ايه شو لكن؟ اسمها مود. مود صباح الخير يا مود. هاي. عندها فحص هلا. ايه عندها فحص حبيبتي. ايه ودايماً مثل ما بحكيها لإلها بحكيكم لإلكم. هلا انبسطت فيكم كتير 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 انه وصلتوا لهالمرحلة. يعني انتوا بعد في 2 بنات للفينال. وسط أربعة. يعني كم وحدة كنتوا 2؟ ايه. ايه. ليك ضليتوا انتوا 2 آخر شيء. مين قال انه انتوا 2 توصلوا للآخر؟ الحمد لله. هلا في شغلة كتير كتير مهمة انه وصلتوا بهالمرحلة لأنكم وزيت سويفي يعني متابعينكم. يعني كل خطوة بتعملوها بالأكاديمية مدروسة وتابعينكم وفي ناس عم تسهر عليكم تا توصلوا على نتيجة مثل النتيجة اللي وصلتوا لها. هيدي نعمة إنه في ناس عم تهتم فيكم. هلأ في شغلة بدكم تتفاجئوا بس تظهروا برات الأكاديمية. هلا بس تظهروا برات الأكاديمية يمكن أول جمعة رح تلتهوا يي حنان عملت هيك وأنت وعملت هيك والعالم كله رح تطب عليكم. مش هاي الحياة برا. أكيد لا. هاي لازم تعرفوها تما تتفاجئوا وتيأسوا وتعملوا ديبريسيون. عم بحكي جد. إيه هلا بس تظهروا رح تنبسطوا بالعالم بأهلكم أكيد حرام مش تقولكم وكذا. إيه بعدين شو بدنا نعمل؟ شغل. آه كيف يعني الشغل؟ يعني بدنا نشتغل على حالنا على صوتنا. خطوات مدروسة بقى ولازم كل وحدة تحكي ولا وحدة. أنا ناطرتك. أنا شايفة أن يعني لازم أول ما أخرج من هنا الناس اللي ادتني حب وادتني دعم على مر الأكاديمي كله لازم أقدم لها حاجة. يعني هم دلوقتي قدموا لي السبت وأنا لازم عندنا في مصر بدنا بيقدموا السبت عشان أنا أقدم لحد بعد كده. طيب. أنت. إن شاء الله. أكيد لازم أشتغل على حالي. واتمرن اكثر ولاوصل اكثر كرمال العالم اللي بتحبني اكيد لانه هن بيحبوني يشوفوني بكل مره شيء جديد. يعني اكيد بدي اقدم لهم شيء جديد لحتى يفضل هالحب يضل. يعني رح اقول لكم شغله ومهمه كثير يلي مرقوا قبلكم حكيوني ذات الشيء وقالوا لي ذات الشيء بس انا ما شفت شيء. هالشغله بدكم تنتبهوا عليها لانه الحياة الشانس تجي مرة بالحياة. أكيد. يعني انشهرتوا قبل العلم القوي تبعولكم. هلأ نحنا كنتوا تحت كان هيدا السكة كنتوا كان الترين واقع. هلأ الترين جلس وبلش يمشي شوي شوي تياخد طريقه. هيدا عم بعطيكم هالمثل تتشوفوا بس إذا ضربتوا فريم رجعتوا لورا. أول شغلة بدكم تعملوها بدكم تنتبهوا كتير بالتعاطي مع العالم. هلا نحنا هون العكس. نحنا انا مثل امكم بيتي مثل امكم مثل اختكم كارلا ليسلي كل هالاساتذه وكل هالاداره كله خايف عليكم. حتى الدواء ما بيعطوكم اياه الا تهن يسلموكم اياه. ما بيعطوكم العلبه تما تنسوا تما تغلطوا. هني في شخص حاضر نادر تيعطيكم لقمة الدواء ولقمة كل شيء. برا لا. برا العكس تمام. الواقع ده. بدكم تنتبهوا من أولاد الحرام. أنا هاي أول شغلة بنبهكم إياها. أول شغلة ما تسمعوا لمين ما كان. هاي دي ضروري عم بقلكم إياها. مش واحد قالكم هي بدي اعمل لي كيك بدي اسوي لي كيك واعمل لي كيك ابدا ما بتصدق إيه بتقولوا ايه بس تنتبهوا تنتبهوا ورا هالشي شو فيك شو عم بيعملوا شو عم بيشيلوا شو عم بيحطوا بدكم تنتبهوا. فتحتي فتحتين للمي واحدة بس ومسكيها مي اي افتحي مي وهي كمان مي صوت راس آسي آسي
بدي نروح على الرواق. خلص صوت راس. علقي بس وصلت علقي هبطت هي وياها هالخصله بدي اخلص منها. يلا مي اي عم بعطيها بيانو مدام. دخلكم انتم ما بتجيبوا مسطره هون ما في مساطر. جايز يلا خلص يلا مي ليك شو عندك مجالات كمان يا شي بفزع بس مسكر تمه شي بفزع ما عم بمزح. طب فشلني خلي قبل ما تفلم الاكاديمي انا مين نومينيز اعطيني بوصلي على الخبريه تعطى تمسك خرب زوك شو الصبر يلا لو كم منيح فلانا بلان 14 مدام يلا كلنا نسمع عنه خلاص هو فاتح هو فاتح هو فاتح هو فاتح لا انا بدي اطلع هيك صوت لما وصل ما وصل ما جابه عيدة مروان لا مش عيدة خلاص بلا